سبحان الله، ما نشعر بقيمة الصحة وبفضل الله عز وجل علينا في أحوال صحتنا إلا حينما نمرض. لما نمرض نعرف قيمة الصحة ونقول يا رب شفيني وعافيني، حركتي وروحتي وييتي وعافيتي وعدم وجود آلام في جسدي. هذه الأمور الكثيرة التي يعني ما نشعر بقيمتها إلا إذا فقدناها أو إذا عانينا بعد ذلك من الآلام، نقول صحة غالية. ربي تبارك وتعالى أعطاكم الصحة والعافية حتى تشكروا نعمه. ربي تبارك وتعالى أعطاكم الصحة والعافية حتى تعبدوه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا قال: اللهم اشفي عبدك فلان، ينكأ لك عدوا ويمشي إلى الصلاة. يروح يصلي، يروح يتعبد. هذا السرير الأبيض الذي يتمدد عليه المريض وهو يتألم ويصرخ، تقول سبحان الله، يعني ربي تبارك وتعالى كم ابتلى من مؤمن فسقط على هذا السرير. هذه الرسالة لإخواننا المرضى، أقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يبشركم، يبشرنا نحن المرضى، نعم يبشركم، ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وولده حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فهذه الأمراض وهذه الأسقام كفارة للذنوب، احتسب هذا الأمر فيها مع تقواك وحمدك وشكرك وصبرك على ما ابتلاك الله به. سأل الله يصبر كل مريض ويعافي كل سقيم. قلوا آمين يا أحبابي.